صباح الخير يا سنة، أول عاملين ايه اخبار النهارده؟ اول حلقه ان شاء الله في حل التقييمات الاسبوعيه يونت 1 الجريت سمر. شوف كده الاختياري نمبر 1 ماي سيستر داش رايتنج ستوريز وين شي ووز 13. يعني عايز اقول ان اختي عايز اقول بدات تكتب قصص عندما كان سنها 13 سنه. تمام، طيب ايه الاجابه الصحيحه؟ المفروض ان هي مد بسيط عشان هنا في كلمة ووز، ماشي الكلام؟ يبقى المفروض نعمل ايه؟ نختار الكلمة اللي اكلها اي دي عشان نثبت للي قدامنا ونفهم اللي قدامنا ان احنا بنحكي عن حاجة حصلت وخلصت، لازم يكون اكلها اي دي. طيب 30 players number 2 30 players took part in sports dash to win the cup. هنا بيسأل في الكلمات مش في القواعد، يقول لك 30 لاعب شاركوا في كلمة took part in معناها شارك في the sports dash to win the cup. المفروض ان هي sports tournament دوري رياضي او العاب دوري العاب رياضيه، تمام، عشان يفوز بالكاس كاب اللي هو الكاس. نمبر 3 the mechanic works in a dash. ميكانيك اللي هو الميكانيكي بيشتغل فين؟ في الورشه يا مستر، صح، يبقى ورك شوب، برافو، تمام. نمبر 4 ركز معايا 3 months dash I started to play football. عاوز اقول منذ 3 شهور انا بدأت العب كرة قدم. طيب لما يكون رقم في البداية كده اهو، ركز معايا، لما يكون رقم في البداية كده اهو احط بعدها كلمة ago. يعني ايه ago؟ يعني منذ، لما يكون رقم في البداية يقول لك مثلا 2 weeks ago 3 months ago، تمام، في الحالة دي تحط ايه؟ تحط كلمة ago بعدها بشكل ثابت، بس بشرط انك انت بتحكي عن حاجه حصلت وخلصت، يكون الفعل اخره اي دي. تمام، ماشي الكلام. نمبر 5 last summer الصيف اللي فات، يعني انا هستخدم ماضي بسيط was great، وادي الفعل الماضي. طيب I dash tennis every day. طيب المفروض ان اختار الفعل الماضي اللي اخره اي دي، اهو لقيت كلمه play يبقى اختارها على طول. نمبر 6 how many goals did Asir dash in the tournament. كم عدد الاهداف اللي Asir احرزها؟ ده بيسالك في الكلمات دلوقتي، تمام. ايه الكلمه المناسبه لكلمه goals؟ اهداف، كلمه score. score يعني يحرز، يحرز اهداف، يبقى score goals معناها يحرز اهداف. نمبر 7 we should say dash things to support people. ان احنا support people بمعنى ان احنا نشجع الناس، احنا نشجع الناس، يبقى نقول لهم كلام حلو ولا كلام وحش؟ اكيد كلام حلو، كلام ايجابي، يعني ايجابي positive، لان negative معناها كلام سلبي وده مش مرغوب طبعا. احنا المفروض نشجع الناس، المفروض نقول لهم positive things. 8 I am happy to dash part in the school project. احنا لسه قايلينها فوق، ايه يشارك فيه، ايه توك بارت ان، بس هنا مكتوبه بصيغه الماضي، هنا بقى جايبها لي بصيغه ايه؟ المضارع، يبقى اسمها تيك بارت ان، يشارك فيه، تمام. طيب نمبر 9 علي didn't drink tea he drank juice dash. احنا قلنا ان كلمه instead ما تشوفش هو شاي، هو شارب مكانه عصير، فبدلا منه او مكانه اسمها انستاد، اسمها ايه؟ انستاد. انستاد يعني بدلا من، خلاص. ودايما انستاد لما تيجي في اخر السطر ما تقولش وراها اوف، خلاص انستاد اوف دي بتيجي فين؟ وسط الكلام، لكن انستاد اللي في اخر السطر ما يجيش وراها ايه؟ ما يجيش وراها كلمه اوف. طيب نمبر 10 ده سينينيم، انت ممكن ما تكونش عرفت يعني ايه سينينيم. سينينيم يعني رد عليا، صح، في ناس سماحة بتقول مرادف، صح، مش مضاد، هي مرادف طبعا. يبقى مرادف كلمة سترينج، سترينج يعني ايه؟ ايوه غريب. طيب كلمة حاجة غريبة، حاجة مش متعودين عليها، يبقى unusual، unusual يعني غير مألوف. نشوف تاني صفحة يا شباب اللي هي الأداءات المنزلية. نمبر 1 his our dash he lives in our street near our house.
طيب هو يكون نقط، هو بيعيش تمام في الشارع جنب البيت بتاعنا. طب يبقى هو جيراني، يعني كلمة جار صح، نيبو، نيبو يعني جار. نمبر 2، the carpenter works in his dash. الكاربنتر اللي هو النجار تمام بيعمل في الورشة، يعني كلمة ورشة workshop، workshop يعني ورشة تمام. شوف اللي بعده. نمبر 3، don't give dash you are doing great job. عايز اقول لواحد ما توقفش لغاية كده، كمل، you are doing great job، انت بتعمل حاجات عظيمة وانت شغال كويس خالص. يبقى اسمها don't give up، يعني don't stop، عارفين stop يتوقف عن، هي نفسها give up. نمبر 4، my dad made toys and I dash him. والدي يصنع الالعاب وانا اساعده، وانا اساعده. And I help him. And I help him. يبقى اذا help اخرها اي دي، سوري، help اخرها اي دي مش help. ليه يا مستر help اخرها اي دي؟ علشان made ماضي. كان بيعمل العاب، بيصنع العاب، شغال في محل العاب، فبالتالي انا كنت بساعده. تمام كده؟ تعال نشوف الباقي. نمبر 5، What did you dash at school this week؟ يعني ايه؟ did يا مستر اصلا في تكوين السؤال، احنا حافظين تكوين السؤال، اداة استفهام، فعل مساعد، وفاعل، وفعل اساسي. يعني احنا عايزين هنا الخانة رقم 4 اسمها فعل اساسي، وبشرط ان الفعل الاساسي يكون مصدر. تمام؟ فبالتالي هجيبها learn. ليه؟ علشان did دي حرامية. حرامية يعني يعني سرقت الاي دي من كلمة ليرن، يعني هي كان اسمها ليرن زي كده في الأول، راحت سرقتها منها وخدتها ليها وبقت ليرن من غير اي دي. شفت؟ ديد يبقى ايه؟ ديد من هنا ورايح هنقول عليها ديد الحرامية. خلاص كده؟ نمبر 6، we should be useful dash in our free time. المفروض ان احنا نعمل او نقوم بعمل. تمام، طالما هنا في دو يبقى اكيد في activities. انت اربط الكلام ببعض، اربط الكلام ببعض زي كده، دو سبورت. طب ما هي هدي اكتيفيتيز، فاهم؟ اربط الكلام ببعض عشان تسهل على مخك الحفظ. نمبر 7، دو اكتيفيتيز يقوم بانشطه، طبعا اكيد عارفين. ذا داش اسكت مي تو ترين هارد فور ذا تورنمنت. ذا داش اسكت مي ان انا اتدرب، هنا ترين مش معناها قطر، لان هنا وراها ترين هارد معناها يعني يتدرب بشكل ايه؟ بشكل جاد يعني. تمام، مين اللي بيطلب منك تتدرب بشكل كويس؟ الكوتش، المدرب طبعا هو اللي بيطلب منك. نمبر 8، the opposite of word safe. اكيد طبعا انت ممكن ما تكونش عارف يعني ايه opposite. مين هيقولها لي من الشطار؟ صح، opposite يعني مضاد، مضاد كلمة safe، امن، مضادها ايه؟ dangerous، خطير، dangerous، خطير. okay. number 9، I dash go to the beach last summer. تمام، اروح الشاطئ، او رحت الشاطئ، مش لسه هروح، الصيف اللي فات. تمام، او ما هنا بيقول لك كلمة go مصدر. لا، ازاي go مصدر و last summer؟ يبقى اكيد في حد سرق منها، من الحرم اللي بيسرق، هي دي بنت الحرامية، مفيش غير هي اللي بتسرق الماضي، ربنا يتوب عليها يا رب. طيب نمبر 10، I feel dash when I have a test، it's worrying. تمام، هنا بيسألك في الكلمات، يقول لك أنا بشعر نقط عندما أكون عندي امتحان، when I have a test، وفي الآخر بيقول لك it's worrying، الموضوع مربك، الموضوع يعني متعب للأعصاب، يبقى أنا بحس أحيانا بالتوتر. nervous، يبقى nervous معناها توتر. مركزين معايا سنة أولى؟ دلوقتي هنبدأ في الاختبار الأسبوع موديل A. هنا بيديلك شوية كلمات كده زي زمان اللي هو تختار منهم في المحادثة. تمام، plant يزرع، about حرف جر، helped ساعد، write اللي هو يكتب، vacation اللي هي اجازه، volunteered يعني تطوع لعمل خير.
طيب هو بيقول لك جانا، السطر ده مهم جدا. جانا is asking هنا about her summer vacation. جانا بتسأل هنا عن اجازة الصيف، عملت ايه في اجازة الصيف. فجانا بدأت الكلام بتقول لها hello هنا how did you spend your summer vacation. قالت لها hello جانا I dash my grandpa in his garden. تمام، انت ملاحظ ان السؤال في ده يعني في ماضي. تمام، اكيد طبعا spend اتخذ منها الماضي، فبقت هي في الاول كان اسمها spent بحرف التي، تمام كده، لكن بعد ما اتخذ منها الماضي فاصبحت spend المصدر. طيب فازاي قضيتي اجازه الصيف بتاعتك؟ راح قالت لها انا نقط جدي في الحديقه، يبقى اكيد انا ساعدت جدي. تمام، يبقى دي نمبر 1 helped. طيب what did you dash؟ راح قالت لها we planted a lot of flowers. طيب did حراميه صح، سرقت الاي دي من كلمه planted، يبقى لما نسرق الاي دي في الاجابه هتبقى ايه؟ plant بس، ماشي، لان هي بتقول لها في الحديقه، قالت لها طيب زرعت ايه في الحديقه؟ تمام، يبقى دي نمبر 2. راحت قالت لها زرعنا ورد كتير، a lot of flowers. what dash you؟ طب وانت عملت ايه؟ كلمه وانت عملت ايه اسمها what about، اسمها ايه؟ what about، ماذا عن، ماذا عن يعني what about. قالت لها I dash to help out at a project in my community. عايزة تقول لها أنا تطوعت للمساعدة في مشروع خاص بالمجتمع أو المنطقة اللي أنا عايشة فيها. خلاص؟ community اللي هو المجتمع يعني أو الحي اللي هي عايشة فيه أو المنطقة اللي عايشة فيها. فهتبقى ماضي، فعل ماضي I volunteered. ده نمبر 4. ماشي، نمبر 4. تمام؟ نمبر 4. طيب قالت لها what did you do in this project، يا ترى في المشروع ده عملت ايه؟ قالت لها we helped adults، adults اللي هم الناس الكبار في السن اللي هو نحو الأمية دول، who can't read and not English، ساعدنا الناس اللي مش بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا انجليزي. يبقى اكيد نمبر 5 ايه؟ right. تمام كده؟ ماشي، تعال نشوف. تمام، راحت قالت لها طيب that's great who helped you، مين ساعدك هناك؟ قالت لها Mrs. Rehab she was very nice، Mrs. Rehab ساعدتني وكانت ايه لطيفة جدا معي. تعال نشوف موديل B نفس الفكرة، هو معناها من ده العاقل عشان capital letter، play يلعب، play ده لعب وخلص، when متى عشان capital letter، vacation اجازة، tournament دوري. عمر بيسأل شادي is asking شادي about summer activities، عن أنشطة الصيفية، عملت ايه في الصيف شادي؟ good morning شادي what activity did you do last summer، عملت ايه الصيف اللي فات؟ راح قال له good morning عمر I dash football. تمام، خلي بالك هنا في السؤال ماضي، يبقى لازم الإجابة تكون ماضي. تمام، يبقى ينفعش تقول play، تقول ايه؟ played، لعبت football. تمام كده، لعبت ايه؟ football. ماشي، طيب where did you dash it، اكيد هيقول له لعبت كرة فين. did الحرامية ما زالت موجودة، هتسرق الماضي من كلمة played هتخليها play بس. where did you play it، راح قال له in the football club، في النادي كرة القدم. سأله سؤال تاني، راح قال له dash did you play it with، يعني بتلعب الكرة مع مين؟ راح قال له I play it with my neighbors، لعبتها مع جيراني، نلعب مع جيراننا. طيب يبقى عاوز يقول له مين اللي لعبت معاه؟ يعني من للعاقل؟ هو، هو يعني من للعاقل. ماشي، يبقى نمبر 3 who did you play it with. راح سأله سؤال تاني، راح قال له did you play it، تلعب يعني الكرة دي؟ راح قال له in the morning، in the morning يعني في الصباح. اكيد بيقول له ايه السؤال اللي اوله اداه استفهام مناسبه الرد بتاعها في الصباح، امتى بتلعب كوره؟ طيب يعني امتى، هي دي كلمه وين، يعني ايه متى تلعبوا الكره القدم. تمام، طيب راح قال له طيب did you take part in a dash، راح قال له yes I did، لسه قايلينها
مين يقول لي كلمة تيك بارت يعني ايه؟ علي صوتك عشان اسمع. صح، يشارك فيه، يشارك فيه. تمام، يبقى هل شاركت في تورنمنت، في دوري او في بطولة يعني؟ تمام، ماشي الكلام كده. خلصنا موديل بي، نروح لموديل سي. تمام، برضو نفس الفكرة، مودرن حديث او جديد، فيزيت يزور، هيلبت ساعد، مونيومنتس اثار، فيزيتد زار، امبورتنت يعني هام، امبورتنت هام. طيب سما بتكلم هنا، اند منى ار توكينج اباوت تمبل اوف ادفو، معبد ادفو. عندكم في قطعه الريدنج معبد ادفو، فبتقول لها ديد يو لايك فيزيتنج ذا ايجيبشن داش، هل حبيت تزوري المتحف المصري؟ قالت لها، او ممكن مثلا ايجيبشن اثار مصريه، ممكن هنشوف يعني. قالت لها يس اي ديد، اي داش ذا تمبل اوف ادفو. طب يبقى بتحب تزوري انشنت ايجيبشن مونيومنتس، بتحب تزوري الاثار الايه المصريه. تمام، راحت قالت لها ايوه انا ده النقط اللي هي معبد ادفو. تمام، انا زرت معبد ادفو، اي فيزيتد ادفو تمبل او تمبل اوف ادفو. طيب what did you dash it، قالت لها I visited it last summer. هي المفروض هي وين، مش وان، مش وات، هي حرف الاي ده. ماشي، when did you visit it، راح طبعا عشان did الحرامية سرقت من كلمة visit الاي دي، خد بالك هي تحت الاي دي موجودة عشان مش موجودة did، لكن طالما موجودة did في السؤال يبقى هنحذف الاي دي وهتبقى visit بس. نمبر 3، when did you visit it، يا ترى زرتي امتى؟ قالت لها انا زرت الصيف اللي فات. قالت لها طيب هو فين، where is it؟ قالت لها it's between Luxor and Aswan، ده المعبد ده بين اللوكسور واسوان. قالت لها طيب is it dash، قالت لها لا it's about 2250 years old. ممكن تقول لها هل هو مثلا جديد، قالت لها لا ده عمره 2250 سنه. يبقى هل هو جديد مودرن، قالت لها لا لا جديد ولا حاجه ده عمره 2250 سنه. طيب راحت قالت لها طيب واو اتس فيري اولد بليس، مكان قديم قوي. قالت لها اه فعلا، اند اتس داش فور اندرستاندينج لايف ان انشنت ايجيبت، عاوز تقول لها والمكان ده مهم جدا لفهم understanding life الحياة في مصر القديمة ancient Egypt. تمام كده، يبقى it's ايه، المكان ده مهم جدا، it's important مهم خالص في فهم الحياة في مصر القديمة. تمام كده، طيب الأسئلة دي مهمة جدا يا جماعة علشان ممكن يجي زيها في امتحانات الشهر، خلي بالك منها، ذاكرها تاني كويس واهتم بيها، و هنخلي بلاي ليست خاصة بالتقييمات الصفية والأداة المنزلية. تمام، شكرا يا شباب، أشوفكم على خير، سلام.